بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرفيق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأخ الوسيم، الأخ عماري رئيس المؤتمر، الأخ الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني، الإخوان ديالنا القيادة في الأمانة العامة، المؤتمرون، الإخوة الكرام، الحضور الكريم، أولا هذه ساعة تاريخية بقول كلمة الجهة الشرقية لحزب العدالة والتنمية. إخوان، حزب العدالة والتنمية الجهة الشرقية يرأس 10 جماعات ويرأس مجلسين إقليميين ويساهم في أغلب المدن الكبرى بالجهة الشرقية ما عدا مدينة وجدة. هذه المدينة التي سلبت بحقها منذ 2009 لجاء المتسلط والبلطجي الكبير الذي علمهم السحر وأفسد العملية الديمقراطية والتاريخ. الجهة الشرقية سيشهد ويبقى يشهد على ذلك. إخوة الكرام، أنتم جئتم اليوم، لبيتم دعوة الحضور للمؤتمر الاستثنائي، وأنتم تدركون أهمية حضوركم في هذه المحطة الاستثنائية بامتياز ولو بنقطة فريدة. أنتم جئتم من الشرق ومن الجنوب ومن الشمال ومن الغرب، تدركون أهمية اللحظة بأن المشاركة في اتخاذ القرار اليوم بتأجيل المؤتمر لا ينوب فيها أحد عنكم، وجئتم وتكبدتم عناء السفر، وهذه في حد ذاتها رسالة سياسية. تمديد المسؤولية هي تمديد للمسؤولية، هي تمديد لاستكمال الإصلاح وكل أوراق الإصلاح. أنتم اليوم أيها الإخوة والأخوات تجسدون تراث المناضلين والمناضلات وانضباطهم والتفاعل الإيجابي مع قياداتهم المركزية والمجالية. أنتم قوة، هذه هي قوة التنظيم بانسجامكم وبكل مكونات هذا التنظيم وبتوافقكم على كل ما تعاقدنا عليه في مؤتمراتنا وفي كل لقاءاتنا. نعم، هذه المحطة يتعارف الإخوة فيما بينهم. لقد تعرفت على الأخ عبد الله بن كيران وعلى المرحوم بها هذه قرابة 4 عقود، ولم نجتمع يوماً معه على هذا الطريق لنرأس جماعة أو نكون في البرلمان أو نكون وزراء، ولكن تعاقدنا معه لأننا ثقنا في مشروعه وفي رسالته. وأكبر دليل على هذا وهو أن هذه الثقة ما زالت باقية. هذا هو رأس مال حزب العدالة والتنمية، الثقة بين القيادة والقاعدة، بين كل مناضل الحزب. طبعاً القيادة اللي على رأسها الأخ بن كيران، وإحنا ما جيناش هنا اليوم باش نديروا الديكور أو نعطي، ولكن هذه شهادة أعطى للسياسة معنى. هو مدرسة بامتياز، هو مدرسة فكرية وسياسية، هو مدرسة تواصلية، هو أتى بالشيء الجديد للمشهد السياسي وأعطاه حاوية جديدة. اليوم اللي جينا إحنا باش نقولوا بأنه سنمدد للهيئات المجالية وللأمين العام وللكتاب المجاليين، لأننا اعتبرنا بأن الأخ بن كيران والقيادة ديالنا في المركز هو زعيم وطني قاد ثورة إصلاحية سياسية وتدبيرية بهدوء، وهذه هي التي نغصت على الخصوم مرجاهم وأربكت حساباتهم واختلط عليهم الحابل بالنابل حتى انكشف أمر المتحكمين والمتسلطين. نعم، جئنا اليوم لنفضح هؤلاء من هذه المحطة ونقول لهم إن مؤتمراتنا كانت عادية أو استثنائية فهي تدبير لاختلافاتنا ولمنهجنا ولأطروحاتنا وأجهزتنا، فهذا هو الذي يزعجكم فتباً لكم. نحن مع القرار، نحن مع القرار لتأجيل كل الأمور ديالنا بكل روح رياضية وبوعي تام واستدراك اللحظة. نشهد في أميننا العام بأنه محارب، وهذه استراحة محارب، استراحة المحارب بكلمته الصادقة وبوعيه الثاقب لخطر القوى النكوصية والتي تريد أن تكون هناك ردة في المشهد السياسي عن العمل الديمقراطية بأكملها والتداولية. ونحن كمناضلين من هذا المنبر نقول إن تناغم قيادتنا مع قواعدنا لا أكبر مؤشر على أن حزب العدالة والتنمية هو بخير وسيظل إن شاء الله بخير،
ونقول لأميننا العام ولكل الإخوة نحن معك، سواء كنت زعيماً رئيساً سجيناً شهيداً فنحن معك على الدرب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.